صعوبات كبيرة في أنه يتم دمج الأساتذة مع الطلبة ديالهم في تقنية التعليم عن بعد. وشنو هي حتى القرارات اللي خداها بطبيعة الحال النظام الكندي من أجل حماية التلاميذ والتلميذات والطلبة والطالبات بطبيعة الحال؟ طب لاله سكينه، هو هاد الامور هذه صراحه هي امور دابا العالم كامل كيعيشها. يعني احنا كنظن ان كمنظومه تربويه او تعليميه بزاف ديال البلدان ما كانوش مهيئين انهم يكون عندهم واحد التعليم عن بعد اللي هو 100% افيكاس، خدام بطريقه ممتازه على جميع الاصعده وعلى جميع المستويات التعليميه. انا كاستاذه في جامعه يعني كنتعامل مع تلاميذ ولا طلاب اللي هما تبارك الله دي زادول كبار يقدروا يتكونيكتاو، عارفين اصلا كان عندنا جزء غير مستهان به من التعليم كان كيتم عن طريق التكنولوجيا. يعني كتلاميذ كان يمكنهم انهم يوصلوا الواجبات المدرسيه ديالهم بالانترنت، كنخلو لهم شي فيديوهات بعض المرات باش نشرحوا لهم بعض المفاهيم اللي كنقريوهم في القسم. يعني التعليم عن بعد من بعد ما يدوزنا من القسم الى الانترنت داز بطريقه نقول تقريبا تكون سلسه، دات واحد الوقيته، تم واحد جوج سيمانات او جوج الاسابيع اتخذت من عند الجامعه وجامعات اخرى كذلك باش يهيئوا الاساتذه اللي باقي عندهم شويه صعوبات كيفاش يتعلموا يقريوا عن بعد. ولكن تمت ديك العمليه والحمد لله دابا يعني تقرر ان بزاف الجامعات في كندا عاد تكمل التعليم ديالها عن بعد حتى بالنسبه للفصل الدراسي الماجي اللي هو فصل الخريف. شنو هي الصعوبات المرتقبه يعني بالنسبه لك في الاشهر الجايه ان شاء الله؟ كيف ما قلت قبيله يعني ما نكروش ان كانت واحد الجوانب يعني ايجابيه، وتحنا يعني اكتشفنا في ريوسنا شحال من حاجه، يعني ان كانت عندنا واحد القوه كبيره يعني تحت الضغوط اللي كانت علينا وقدرنا اننا نعطيه وباقي مستعدين نعطيه اكثر. انا واقيلا كاين واحد الجانب اللي شويه كان يعني كنفتقدو مني كنخدم عن بعد، خصوصا انني عندي سوايع بزاف، يعني كاين شويه داك البعد الانساني، يعني ما كاينش داك اللقاء المباشر مع الطالب، يعني كتشوفيه كتعرفي شنو هي رده الفعل ديالو، يعني هذا شويه كنفتقدو. يعني التعليم عن بعد ما بغيتش نقول انه تعليم بارد شويه، ولكن ما يعني ما كاينش داك الجانب الانساني، الجانب ديال لو كونتاكت مع الطالب مباشره، يعني هذا الا طولت شويه كنحسو به. المشاكل الاخرى مثلا نعطيك غير باش ما نطولش، المساله ديال الكويتس اننا خصهم يديروا كتابي، خصنا نقسموهم مجموعات، يعني انا امتحان كتابي كنت كنديرو في ساعتين وكنجمع كاع الاقسام وكنديرهم في قاعه كبيره، دابا خصني باش نحط حيت كاينه المراقبه خصني نشوفهم انايا شنو كيديروا، ما خصهمش يكونوا كيستعملوا يعني كنجمعهم مجموعات ديال 15 واحد، يعني خصني 3 ايام وانا كندير في كتابي واحد باش يبقاو يكونوا غير مجموعات صغيره، يعني حتى مده الامتحان حتى هي طولات ولات كبيره بزاف. يعني انا كنشوف هذا الشيء الا طول يعني خصنا نعاودوا اعاده النظر وقيلا حتى في الطريقه ديال تعاملنا مع الامتحانات، يعني دابا حنا تاقلمنا يعني خاطر فيها خلقت واحد الضغط اكبر مما كنا عليه، يعني في جميع المجالات المجال التعليمي بطبيعه الحال، يعني ولينا كنخدموا اكثر من الخدمه اللي كنخدموها في الايام المعتاده. تعيشنا شويه مع الموقف اللي حنا معرضين ليه. طبعا تعيشنا مع دابا ولينا دايرين احتياطاتنا، دايرين الكمامه، كنعقموا ايدينا وكل شيء، مي في الاول نقدر نقول لحقاش رجعتيني لواحد لي زيمونسيون، واحد الاحاسيس ديال الخوف في الايام الاولى، لان كنت متوتره بزاف 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 بالخصوص مني كان بحر ظهر هذا الشيء بكل صراحه. الخوف كان طالع بزاف، كنت اللي عاقل راه غيكون شاف حالتي، حتى بكيت كنت بكل صراحه، ما عمر ماشي من النوع اللي كان بكي، مي ديك الايام بكيت وتاثرت بزاف، كنت في قمه الخوف. مي من بعد تحكمت شنو اللي حسيت بكل صراحه؟ كانوا كيبانوا لي في عينيا والدي الغربه، وبالخصوص انك يقول لك اللي غيموت ما يمكنش تحضر، من طبيعه الحال قطعوا الطيران، يعني كتشوفي لا مرض الاب ديالك ولا الام ديالك ولا واحد من العائله ديالك، كتقولي ناري شنو غادي يوقع، كيفاش غندير نشوفهم، كيفاش يعني الخوف. بكل صراحه انا عشت لحظات ديال الخوف اللي كانت طالعه بزاف، حتى من بعد هذا بديت شي شويه بحال نقول كان مادام ما شفت شي حالة قدام عيني شي واحد من المقربين، فبديت بحالة شوية كنت عايش مع الأمر وكان هدأ نفسي وخليت الأمور يعني تعالجها الأيام والولف، بأن أوكي هذه واحد الفترة ديال الوباء اللي صعيبة وخاصنا نديرو احتياطاتنا ونديرو يعني الواجبات ديالنا والاحتياطات ديالنا، أننا من طبيعة الحال ما نجيبوش العدوى للبيت، وفي نفس الوقت ما نخليوهاش تأثر علينا
بواحد اننا نوليو عايشين في واحد الخوف، في واحد الرعب. وكنظن بما اننا اليوم معنا الطبيبه ديالنا، كنظن انك تعرف بان الناس اللي كيعاني وكذلك من اضطراب ديال الهلع ولا اضطرابات نفسيه ديال الخوف، كانوا من الناس اللي تقدر بهذا الانتشار ديال هذا الوباء هذا يقدروا طلعات لهم درجه الخوف، ومنهم انا اللي من طبيعه الحال كنت كنعاني من كريز دو بانيك. فلوطراك جاني في الاول صعيب، فكان صعيب عليا بزاف انني في الايام الاولى طبعا، ودابا الحمد لله كل شيء ديال كنت عايشه مع احسن الحمد لله. في الغربه هاد كلمه الغربه شملت كيف قلت يا سكينه حتى اللي جالس في دارو في وسط الاسره، حتى هي فيها نوع من الغربه. ملي تنهضر على نوع الغربه هي بالنسبه للحريات اللي كنا كنعيشوها، ولهذا في درجات هاد السيطره اللي سيطر الفيروس سيطر بواحد الطريقة عامة وكبيرة، بالرغم من 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 التكنولوجيات اللي كاينة والعولمة اللي كاينة وكل شيء كاين، ومع ذلك فيروس صغير تحدى الجميع. ولهذا النتيجة الأولية قبل ما جا الإصابة بهذا الفيروس، قبل ما تنفكروا من الإصابة تيجينا بعدا كيف قالت لا إكرام، الهلع والقلق والاضطراب. هاد الهلع والقلق راه تيجي النوبة الاولى بدرجات، راه ما تيجيش ويخنقنا. علاش؟ حيت كيف ما جا في الكلام وفي التصريح تيجي فيه بحال شي نكران، بحال اللي قال لا ماجدة هادشي بعيد علينا مازال، ماشي ما نصابوش فيه. اذا بحال جنون البقر، لا 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 دونك سا فا توشي كو لي زوطر. دونك حنا دائما تنديرو حالة نكران، ولهذا التدابير الأولية للأسف ما توخدات شيء، لأن كانت فيها المواجهة فيها نكران بزاف ديالاش ديال خلاص هادشي. لحد الآن كاينين بعض الناس اللي تيقولوا لي خلاص ياك ما هادشي راه غير كذوب، ياك ما هادشي سياسه، ياك ما هادشي راه ما كاين شيء منه. وهنايا بحال اللي تنطرحوا السؤال في هاد الودن وكنجاوبوا راسنا من هاد يا ربي يكون هادشي غير كذوب. دونك هنايا داك عدم الانضباط مع الحاله. بالتالي انا غادي نقول على قدر اللي انا عايشه في المغرب ومقربه من الناس بزاف في الحاله النفسيه، حيت حنا خدامين. دونك الحاله النفسيه انا ما عنديش الكونفينمون، وبغيت نتكونفينا شي شويه، بغيت نرتاح، ولكن للاسف عندنا تنخدم ا ديستانس، تندير لي سيونس ا ديستانس، تندير مع الجاليه المغربيه بايطاليا بالخصوص، الجاليه المغربيه في فرنسا. دونك عندي واحد التقسيم، عندي في طنجة الناس، عندي اذا كاين واحد الهلع اللي هو منتشر. هذا الهلع نقول فيه بالرغم من الاضطرابات اللي كاينه كلها، انا في نظري تيبقى الشعب المغربي رائد في المعامله مع فيروس كورونا. هاد ابراز الذات قدام رجل، للاسف كاين بعض الرجال اللي كيحسوا به تحدي. انت كيفاش كتشوفي هذه الصوره هذه من خلال التجربه اللي عشتيها يعني لمده 26 سنه في دوله اخرى غير المغرب؟ اول حاجه ان احنا قريبين العادات والتقاليد، قريب يعني الاردن والمغرب تقريبا كيشبهوا البعض. ثاني حاجه انا الحقيقه كنعتبر نفسي محظوظه، لانني انا مع عائله متفتحه واعيه كتدعم المرأة عامة، زوجي أكبر داعم لي، دائما هو اللي بيحفزني على أي إشي فيها نجاح لي. أي ممكن أنا بتخوف مرات من أشياء، لا بيكون جنبي، بيعطيني دعم معنوي كبير، دائما بيحسسني أنني كان قدر ندير هاد الشيء.
يعني انا مرات نقول يمكن نقدر يمكن لا، كيكون فيه تخوف، بس كنلقاه دائما هو جنبي، دائما هو بيدعمني، عائلته عائلة كتير بتدعم المرأة. يعني مثلا بالنسبة للبنات دراسة جامعات بيختاروا الشغل، طبعا شغلي بدهم اياه بس يعني الشغل المناسب. فما ما انا في الحقيقة بنعتبر نفسي محظوظة لاني ما لقيتش اي صعوبات او يعني اشي مثلا ضايقني او اشي في هذا. انا بنحكي طبعا على اللي انا المحيط اللي انا فيه. بالنسبة لكم استقلالية المرأة كيفاش يمكن توصفوها الناس اللي مازال يمكن تلف بهم الاختيار كما تنقول؟ تفضلي سهام. استقلالية المرأة الناس بزاف اللي كياخدوها بالجهة النيجاتيف، يعني خايبة، يعني المرأة غتولي مستقلة، غتولي ما كتحدش مع الراجل، غتولي تدير تولي توح ما يقدر يهضر معاها، تولي. ولكن بالعكس الاستقلالية المرأة ماشي هي هذيك. الاستقلالية هي المرأة تكون قادة بشغلها، قادة شنو تدير، إلا كان عندها شي هدف خصها توصل له بالقوة بالإرادة. وما عمرها ما تقولي لا طحت ما نقدرش نوض، طيح وتعاود نوض إلا كانت باغا هذيك الحاجة وباغا توصل ليها. تقدر تطيحي عشرات الخطرات وتنوضي، ولكن عمرك مت بحال اللي كنقولوا هنا تجيف اب، يعني تقولي لا ماشي ما نديرش ما غنديرش. إلا قالت غدير المرأة ديما وعند العزيمة ديالها غتوصل، وإن شاء الله ربي غينجحها وتوصل داكشي اللي بغات. أنا بالنسبة لي كنبقى نقول أنا الاستقلالية واحترام المسؤولية. النساء شقائق الرجال، ما يمكنش نفرقوا شيء على شيء، كل واحد كيكمل من جهته. خاصنا نكونوا استقلاليات ومستقلات ذاتيا ولكن ليس نرجسيا، ما يكونش عندنا داك الاستقلالية السلبية، ما نطغوش بريوسنا وما يكونش الجانب السلبي اللي مسيطر في الاستقلاليه. الاستقلاليه كتحققي بها النجاح ديالك وكتحسي براسك وصلتي وكتحسي براسك ايجابيه في المجتمع ديالك وفي الاسره ديالك. كل واحد تشبت بالحلم ديالو، كل واحد راه العالم كله بدا بحلم، المشاريع الكبرى بدات بحلم. اذا داك الحلم نحتفظوا عليه ونكبروه وغيكبر مع مرور الوقت، ولكن الالتزام بالمسؤوليه. ما غنقولش انا كنحلم ونبقى ناقص في داري حتى حاجه ما غنوصل ليها. كنحلم وانا كنخدم على الحلم ديالي باش ان شاء الله كل شيء يوصل، سواء كان الميدان الرجالي او الميدان النسائي، فالكل ان شاء الله تعالى غادي يوصل، ولكن بالعزيمه والعزيمه والعزيمه. كيف لنا ان نتعايش بقلب مفتوح وفي نفس الوقت باحتياطات يعني حازمه وجاده جدا، لانه ربما الفيروس لا زال ستطول اقامته معنا؟ تمام. يعني أنا بقول لكل الناس اللي بتسمعني إن إلى أن يتم اكتشاف العلاج أو الفاكسين لا عودة للحياة الطبيعية اللي هي كانت قبل الكورونا. هنرجع للحياة بصورة تدريجية ولكن مع شوية موديفيكيشن، في تعديل لازم إن احنا نتقبله ونعود نفسنا عليه. أنا مش عايزة أعيد كلام الضيوف تاني بالنسبة للاحتياطات الصحية، يعني طبعا كلنا متفقين عليها، لكن أنا نصيحتي للناس الحاجات اللي يقدروا يستغنوا عنها يعني بان هم يعملوها بنفسهم وتخليهم يضطروا ان هم يتجمعوا ويقدروا يعملوها من البيت اعملوها من البيت. لو تقدر تعمل يعني اجتماع اونلاين اعمله اونلاين، لو تقدر تشتري حاجه اونلاين اشتريها اونلاين، افضل من انك تروح بنفسك للمحل وتختلط بالناس. بلاش ان احنا نندفع بفرحتنا بعوده الحياه تاني وان احنا ننسى يعني الوباء اللي احنا فيه. الموضوع مطول معانا ولسه احنا مكملين فيه. لازم يعني نحافظ يعني على الخوف الصحي مش الخوف المرضي. انا يعني مش عايزه الناس تترعب من الكورونا ويدخلوا في بانيك، لا انا عايزاهم يخافوا الخوف الصحي اللي يخليهم يعني يهتموا بالتدابير الصحيه اللي لازم نعملها. وبرضه دور الدوله ما ننساهوش ان هم يعني يوعوا الناس وفي نفس الوقت يحطوا برضه يعني قرارات صارمه للناس اللي ما بتلتزمش بالتدابير الصحيه دي.